كليك اف ام الاذاعه الاولى في تونس. كافي جورنال. كافي جورنال. طريقة ديكالية تفاصيل صلاح باش تعمل بينا دورة صحف اليوم. دورة في صحف اليوم كالعادة. مرحبا بكم في كافي جورنال، الفقرة وين الحياة فيها نسمع بيه سمعان. نمشيو لجريدة الصباح وين نقراو التلاميذ بصوت واحد الاختبارات صعبة وليست في متناول التلميذ المتوسط. تحس ماش عن المتوسط، احنا قبل يقول لك المواطن المتوسط ما عادش خالته، توا التلميذ المتوسط ماهوش قادر حتى يعدي الاختبارات. مش خال زد. ونزيدكم حاجة أخرى، حسب التلاميذ زاد يقول لك إنه دفوار الفيزيك خارج البرنامج الرسمي، التعليم في تونس بركة لا ولا بالغدرة. أما في السياسة تصريح قريناه في الصباح البشرة بالحاجة حميدة تقول فيه لن أترشح لأي منصب سياسي مستقبلا. ما نعرفش علاش كي نسمع جملة كيف هكا نحس باش يصير عكسها بالضبط. يا سيدي ما ترشحوش، ما تقولهم قالوا مش باش نترشح، ذكرت انت قال برشا عباد قالوا ما نترشحوش، اما بعد ترشحوا، اما عادي ما يصيرش، هو كان ما يترشح حد نبقاو شعب صافي، راهو حاجه خارقه للعاده. نمشيو للشروق واللي تعاونوا بالكبير، الصراعات تفجر الجبهه، حاسيلو الجبهه الشعبيه تو ولات كي دار العرس، دخلت فيها مغوله والشيء ماشي ويطلع. قال لك باش يرفعوا قضيه بحمل همامي خاطر قيد باسم الجبهه الشعبيه، قيد الجبهه الشعبيه الاسم هذاك نتاع الحزب قيدوا باسمه. عرفت بريكش تحسها كهرباء ولا برتمان وراضيه في بالها بيك تعمل هكا معناها تخون فيها مع اسم حزب معناها. لا لا عاملين اشتراك في الملكيه. أنا عارش يمكن ما نجموش زادا نقولوا كان باي باي يا رفيقي، أما مش لأنه معناش كم بش يقول أنا ضد في الانتخابات الجاية، نجم نودعوه من توا. أما في الصفحة 6 من نفس الجريدة نقرأوا عنوان جذاب، ثلاثتهم أصيلوا بن زرت، صراع انتخابي حاد بين التراس والقروي وبن غربية. عرفت أول مرة في الانتخابات باش نلقاو الدربي هكايا ثلاثة من المدينة واحدة، والمنافسة راهو باش تكون قوية برشا بين عيش تونسي خليل تونس والحاصل على الميدالية الذهبية في القفز بالزانة السيد مهدي من غربية، اللي يقفز من حزب لحزب كأنه يبدل في مريخ الخلعة نتاعو. عرفت نقراو زدنا في الشارع المغربي انترفيو طويل عريض لواحد واحد من مرشحي الرئاسه من بنزرت اللي هو نبي القروي، اللي يقول سارد على قانون اقصائي داخليا ودوليا. داخليا احنا عارفين باش يدور في القنوات ويرد على روحه، هذه حاجه معروفه. اما البرا نتصور الرد نتاعو باش يكون مدبلج بالتركي للناس الكل هاكا باش يفهموه البرا بالكدا بالكدا. وفي الاخر بالنسبه اللي ما فهمش شيء في السياسيين واللي دخل بعضه بالضبط، كيما مثلا سي مهدي مغربي اللي نقز من حزب الحزب، تنجم تلقى انت في صفحه 16 من جريده الشروق ما هي اسباب الدوار المفاجئ، تنجم تدخل وهاك تعرف انت كدوخه المفاجئ اللي هو شعور يقول لك صحيح هو غير مؤلم لكن معناه يشعرك بعدم الارتياح في الراس. تنجم تدخل غاديكا وتقرا هاك وتشوف شنو هي الدواء اللي تنجم تاخذه. احنا الدوار باش يسيبنا من وين الانتخابات ديجا، ما اللي يحب يعرف على الاسهل زاد يدخل يشوف هو سيدي جاب دي تقبيله سيدي جاب دي. ميرسي دونك سليح كافي جورنال. كافي جورنال. كافي جورنال.